هنا لم تتورع الأمنية إنها تشير إلى حاجة مهمة جدا أنا ما كنتش أعرفها. حسن البنا ما كانش بيسيب أي نجمة ما لهاش علاقة بالإسلام إلا واحدة. طبعا الإدارة هو كلام خطير، لكن طريقته غير بقى اللي أنتم بتشوفوه ده، طريقة ظريفة جدا وديسنت وهادية إلى آخره، لكن الخطورة عندما هي السيدة الأمنية قالت حاجة خطيرة كوتيشن أيضا من حسن البنا بيقول فيها إيه؟ برضه معنى إنه مصر مجرد حتة في حاجة اسمها العالم الإسلامي. ودي مسألة الكتاب سجلها أنا بعتبرها بجد الخطوط وأرجو إن أنا فهمت. وده اللي ردده سيد قطب بشيء بقى إيه؟ أكثر أو أقل سوء دبلوماسية، يعني إيه؟ قمص كده زي ما بتقول، لما قال إيه؟ ما الوطن إلا حفنة من تراب عفن، ده كلام سيد. أنا استغربت إنها مترجمة سابقة قالت الشهيد سيد قطب، استخدام كلمة شهيد كتاب زي ما هو، أنا استغربت هي مالهاش علاقة بالموضوع، لكن هي قالتها إزاي ما تعرفش، لكن أنا طبعاً كانت الله يرحمها.